حنا بن ادم حنون لدرجه كبيره. ايش ما اطلب منه، ايش ما احكي له شغله، يعمل لي اياها بسرعه، ما يقول ليش لا. يعني لغايه ما استشهد، قبل ما يستشهد نص ساعه اتصل لي، حكى لي دير بالك حالك، دير بالك اخوتك، دير بالك ابوك. قلت له انا، قلت له اللي بالشغل. يعني كان يخاف علي لدرجه كبيره، كل شوي يعني كل ما يكون في شيء بنهاب بصير انه اللي يقول لي وينك. اقول له بالدار، يقول لي اسحق تنزل من الدار، اسحق تقرب على مكان، اسحق تحكي شيء. بقول له ماشي، يعني ايش ما اطلب منه، اي اطلب منه مصار، اطلب منه شيء يجيب لي اياه طوالي. وبني ادم هو محبوب من الكل. خطب من تقريبا من فتره سنه ونص، كان عرسه بشهر 8، نزل بمسجد بيوم يومين، نزل حدد عرسه.